للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو. دكتور مرحبا بكم. كيف تنظر إلى البرلمان العراقي بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي وفوز أكثر من 80 مرشحا يعني متهمون أغلبهم بالفساد بحسب النائب محمد اللقاش؟ مساء الخير. طبعا كما نعلم عملية الانتخابات شابها الكثير من الملاحظات وأيضا التأخير في إعلان النتائج وما تعلق بإعادة العد والفرز اليدوي وأثر ذلك حقيقة على تواصل الكتل السياسية ومواقفهم، سواء المواقف أدت إلى ربما اعتراض وتفكك بعض الكتل السياسية ومواقف أخرى كانت تؤدي إلى ربما تقارب بعض الكتل الأخرى. هذا ما خلانا نقول أنه في المرحلة الحالية الآن هناك نوع من التواصل بين الكتل السياسية لتحديد آليات العمل المستقبلي، والبرلمان الحالي بصدد عقد الجلسة الأولى. هناك ملاحظات كثيرة حول آليات تشكيل الكتلة أكبر في العراق. الرئيسي الآن في هذه الانتخابات أنه بدأت الأنظار تسير نحو عدم وجود كتلة نيابية أكبر، عدم تمثل الكتلة الشيعية. إلى أي مدى دكتور ترى يعني أن تشكيل الحكومة المقبلة مرهون بتوافقات بين مبعوث ترامب ماك كورك وممثل طهران قاسم سليماني كما ذكرت صحيفة الحياة؟ يعني لحد الآن ما في أي، ربما في تسريبات حول هذه المواضيع، ولكن لا أتصور أن هناك لقاءات أو على الأقل جلسات بين الولايات المتحدة وإيران حول ما يتعلق ببعض الملفات وخاصة الملف العراقي. هذا جزء من التكهنات، لكن أنا في تصوري أنه المحور الإيراني والمحور الأمريكي يدخل بالموضوع، وأيضا إمكانية التفاهم مع بعض الكتل السياسية. كما قلت أنه إمكانية وجود كتلة نيابية شيعية أكبر على داخل البرلمان هذه من غير الممكن لحد الآن، على الأقل سائرون حصلت على أكبر عدد من الأصوات. هذا يعني هذا الرقم خلاها تقوم بوضع عدة معايير لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولكن هذه الحكومة أكيد من الصعب جدا يعني على الكتل السياسية التواصل مع سائرون. يعني هل هذا يعني أن الحكومة المقبلة أيضا ستكون حكومة محاصصة بين من ترغب بوجودهم أمريكا وبين من تدعمهم إيران؟ يعني بالتأكيد الآن بدأت المؤشرات حول حراك بين الفتح ودولة القانون وأيضا جزء من تيار النصر وخاصة صالح الفياض، وأتصور هذا الأمر يدفع به الكتل الأخرى وخاصة الكتل الكردستانية بالتواصل معهم وتشكيل كتلة نيابية أكبر عدد وتشكيل الحكومة والرئاسات الثلاثة. فهذا راح يكون محور قريب من إيران على الأكثر. أما المحور الآخر الذي من الممكن الحديث عنه ربما محور النصر مع الأحزاب الكردستانية وأيضا مع بعض الكتل الأخرى، وحتى لو كان الفتح ناحية العامل من الممكن الحديث عن هذا، لكن يعني هذا الأمر راح يكون من الصعب جدا باعتبار أولا سائرون أصبح على سائرون من الصعب جدا أن تدخل في كتلة. أيوة نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين.